ان شاء الله هتعدي على خير، لان ده النادي الاهلي وعضو النادي الاهلي واعي وعارف وبيحافظ على النادي الاهلي وبيحافظ على مبادئ النادي الاهلي، ولازم يطلع اليوم على احسن وجه ان شاء الله. بالنسبه للتجهيزات الامنيه، طبعا مكثفين الخدمات الامنيه من امن النادي وشركه خاصه، عشان احنا متوقعين ان هيبقى في اعداد هائله زي ما بيقول. طيب وزاره الداخليه هتبقى مكثفه من خارج النادي. ليه؟ لان احنا مش هنقول ممنوع، بقى نقول غير مصرح لاي حد يخش غير عضو النادي المسدد اشتراكات 2015 2016 2017، ده اللي يخش جوه النادي جوه الخيمه اللي مسدد اشتراك 2017 غير مصرح. ولاول مره، وانا بقول اول مره ليه، في جميع العمليات الانتخابيه اللي حصلت قبل كده كان في بانرات تلاقيها في النادي، في صور، في احنا وبناء على الاجتماع لجنه التنسيق مع اللجنه القضائيه وجميع المرشحين، ما فيش اي لافته او بانر هيخش النادي الاهلي. وطمن الجبهتين، انا عايز اركز على الحته دي، لما بنقول ما فيش يعني ما فيش بجد، ودي الاول مره تحصل، اول مره تحصل. غير مصرح لحد من غير الاعضاء دخول النادي، وعايز اركز في الحته دي، احنا عضو النادي بس اللي هيكون جوه النادي الاهلي، وغير مصرح بادخال بالنسبه للهدايا لجميع المرشحين، يتفضلوا اي هدايا زي ما قال السيد اللي هو شيرين. لكن بالنسبه للمأكولات، اي نوع من انواع المأكولات غير مصرح ليها كهدايا، حفاظا على الصحة. يعني أنا بضمن الناس اللي عندي والمنافذ اللي عندي بضمنها. بالنسبة في حالة حدوث أي تجاوزات أمنية، وإذا كان رأي اللجنة القضائية، هنفترض بقى جوه الخيمة، هنفترض حصل أي تجاوز يعاقب عليه القانون مخالف للقانون، سيتخذ إجراء قانوني من عضو اللجنة اللي هو بيعتبر قاضي له الحكم، له حق الحكم في ذات اللحظه جوه النادي. بس ان شاء الله هتتم على خير. في يعني في ناس قالوا لك حاطين اسلاك شايكه حوالين النادي، لا، اسلاك شايكه حوالين النادي عضو النادي ما يزعلش منها، لان عضو النادي مش هينط من على السور. المحاولات احنا بنحافظ على عضو النادي، يعني دي حاجه ما تزعلش ومش عايزين نركز فيها قوي، يعني لان بالمنطق والعقل اللي بيتكلم كده بيتكلم ليه؟ انت قلقان من ايه؟ ده انا بالعكس انا محافظ على عضو النادي، فمش عايزين بس ايه شويه مهطلات بتحصل كده احنا بنرفضها. يعني رسالتك لاعضاء الجمعيه العموميه للظهور بالشكل المميز غدا ان شاء الله كمدير امن للنادي الاهلي، اللي هو السيد ممكن يقول لكل اعضاء الجمعيه العموميه، حافظوا على ناديكم كما عودتونا. عضو النادي واعي قوي زي ما انا قلت، فاهم قوي، بيحافظ على النادي جدا. النادي الاهلي بكره هيظهر بصوره مشرفه، بس مش عايزين اي حدوث، اي معطرات.